السلام عليكم خاوتي ازول، تحيه كل شاب سائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على اليوم في خرجة إعلامية لجارية عصابة السيدي موسى رئيس الفاف الشرعي الذي اليوم كان في هذاك، ما فهمناش ما الفائدة اليوم من جا شاي بالراس اللي حكينا عليه من قبل، قلنا بلي هو اللي عين رؤساء الفاف. كنت تشوفوا معنا في الصورة يوبخ او يحذر في زفزاف، وكل انتبه وعدة فاعلين في الكرة الجزائرية اتصلوا بيا وقالوا لي هواري صاص في بايد الله هكا. قلت لهم هذو هما المعينين، هذو اللي حبوا يركبوا كرسي الفاف، حبوا يركبوه بأي طريقة، وكل الأمور واضحة وضوح الشمس بينت باللي هذا حاب يركب رئيس فاف بأي طريقة. والآن مستشار لا يفقه شيئا في كرة القدم يسيره مثل الدنيا. هذا المستشار تكلمنا عليه من قبل، قلنا لكم هو اللي كان شاف دايرة على ليبوك في السينيا في أرزاو علاهم. هذا أولتها هو من كان يحمي زاتشي، ولكن في النهاية لم يقدر حمايته بس كان الأمور فوق طاقتي، ممنوع يبقى، هو اللي كان يأيد زاتشي باش يبقى. من بعد هو من جاب عمارة الفاف بتزكية من بالماضي وزطيوش، وهو من خلع عمارة الفاف المعين، وهو من قطع على كل المترشحين، قطع على صادي، قطع على وراوة بتزكية من بالماضي، قطع وهو اللي أوصل الأمر بأن وراوة لن يكون رئيس اتحاد. يقول كاين خصومة تاريخية بين الرجلين، ولكن كما ما عنديش ما هي الخصومة بينه بين وراوة، نهار اللي نجيبوها نقولها لكم ما كانت مشكل. شفتوا اليوم خرجة نبهه ودار له اتونسيون باليد هكا، راني نقول لك هكا انا جبناك ولازم دير هادي ولازم ما تكشفناش، وبدا الكريتيك عليك ورجل امورك هكا يده روحوا تباه في كنا عجاك. واه 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 سيدي، واه واه سيدي، واه هذا هو، هذا شخصية، هذه شخصية بالله عليكم، هذه شخصية. كون نشوفوا روحوا للديكلاراسيون واش قال كوارث في الديكلاراسيون على هاد البنت، وروحوا هاد اللي بيس هادو تاع اللي داوهم سي با دو لي زيكيب اللي داوهم تاع الراجل المستغالين، ما ننساش كاين دو زيكيب ماني ناسيهم، كاين تاع الراجل المستغالين، كاين البيض، هادو تاع الراجل راحوا غير فجرهم على خاطر البيض، كاين البيض وخنشلة، عطاهم دي بيس هيكار، هيكار، هذيك اللي كسموهم هايكار ولا كسموهم، قالوا عطاهم مرسوداس، اليوم على جيبهم هايكار، ما كانش مرسوداس، ما تقدرش تجيبوا بيس طويل تاع مرسوداس. بعد يقول لك لا بغا يعطيهم تا 15 بلاصه ولا بصح، قالوا مرسيدس كملوا في رايكم شروها 20 مليار درهم تلعبوا بهم. ولكن انتم درتوا حفله البياض وهذه ليزيكيب، هذا هذه خشله تاع السعود درتوها، وقلتوا غادي نعطيهم ليبيس، صحيح عطاهم ليبيس فسطوا عليهم تروحوا تعطيهم في الكواعط وفاتح وتبهدل هذاك الوزير تاع خشف من ناطح عليه، علاش بدو في المدائر؟ كيف تروحوا معكم على بالك انا نضحكوا عليكم في لي ريزو سوسيو. غادي يزيد نسمعوا واش قال، غادي واش قال زفزاف من سالوا على هذا ليبيس. وشفتوا رخصه رخصه صاي باينه العام يبان مخريفه خاوتي، هذا تاع يتمشى بالكف، انا زيد قد ما في الماضي دي فيه تير با كارثه. الناس قاعد ياخذ، قلت لك هذا شكون هذا بنادم، قال لك سمعوا واش قال التصريح اللي قالوا، قال لك سمعتهم شفنا كاش عجبوه مسلي ولا مرفيعه
ان شاء الله ربي يوفقهم. وراكش المبادره هذه راح تزيدهم كوسا سو لو بلان تكنيك ومام سو لو بلان بيدجيتير. على بالكم الكلفه تاع هذا تاع ترانسبور في 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 موسم تعرف الجزائر ستار راهو بلد قاره ان شاء الله راح تعاونهم في الكلفه وان شاء الله هذا الكل هذا واش يقتصدوا يرجعوها في تكوين الشباب ان شاء الله. هي قالك الكلفة وتعاون في أمور التقنية، هيا فهم معاه أنت دروكي، هيا روح فهم معاه، هيا شي تهبل، قالك تزيد في الكلفة وتزيد أمور تقنية، ما فهمت أنا، بلون تكنيك، بلون بيجيدار أنا معاك فيه. كلفة باش تقول تكلفة قول كلفة الله يهديكم يا عباد الله قولوا يسكت علينا قولوا راه بهدلنا هذا تبهدلنا معاه تبهدلنا معاه تبهدينا كاع يا الخوا علاش 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 باصينا بك على الكلفة يا ربي يا ربي باصينا يا ربي يعني كل فام النادي كما يقولون تكتيك كرة القدم من القبل إلى البعد اليوم كل فام تزيد في الأمور التقنية باصينا فعلا علموا ديروا له فورماسيون ديروا له حاجة قال لك يا زيد وهيب وهذاك راجلي قال لك فورمو سيد فورمو سيد خطير فورمو العزا علينا فورمو الحبوبة هذاك غادي يقابل إفريقيا ما بغاش يروح الحفل تاع الكاف خاف 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 الهايشر خاف اي امور تقنيه وامور تكتيكيه وامور الهايشاريه لا حول ولا قوه بسيط بينا صحيح باصينا اليوم يا خاو ولا روح بك يا زفزف ولا روح بك لا دخلنا في حد غادي نزيدو نقلعو مع هيامات مع هذا المستشار هذا اللي راهو كل خطر يعيننا وغادي نخرجو ويا ريحة دواليك الناس اللي كانت ساند في زفزاف فاقت وقال لك تلي خرشف وقال لك ما عندوش شخصية وقال لك فري كذاب وقال لك فري محتال قال لك ما يرفدش علينا التليفون كان نديرو يرفد هذه هي قلنا لكم حنا من نتكلموا على الناس من قبل نقول لكم بلي حنا نقروا التاريخ تاعهم ونقروا الكاريزما تاعهم ولكن الناس ما حبتش تأمننا واليوم راكم في ارض الواقع ومازال زيدوا تشوفوا مازال تشوف واحد صوالح كوارث شفتوا اليوم راح تاع الفيتراج تلاقى مع بشاري نورمال ضحكوا له وقال راك مريح مازال سجد الله ربي تغزيوها شجاعة ان شاء الله ونعطوكم عدة حقائق اللي ما يعرفهاش الشعب الجزائري الامور ولاد بشير بالخير زفزاف انا رايحين مع الواد وغادي نولوا اضحوكه تاع الاضحوكات نروحو ديك المعنى اللي يقول لك اللي يروح خير من اللي يجي هذه هي شفنا زاتشي كان يكومونيكي صافا بيان شفنا عمارة يعرف يحكي لغة عربية وإنجليزية وفرنسية وما كانش يدير هاد لي بيتيز كان يعرف كي يهدأ شوية الأمور لكن حنا كنا نفخو لها البزقة لكن على الأقل أحسن من هذا أنا خايفين نجمو على عمارة يشكك تكتيك كرة القدم تكتيك العيشة بسيطة نخليكم خاوتي بعد السكات غادي تشوفوا واش قال اليوم هايشة اللي قالها اليوم تسمعوا ضحك شوية باسكو هذا سكاتش اليوم وما سيتها سكاتش ودا الكف مع عند المستشار اللي عايش تبعوا معنا السكاتش و لابخوش ان شاء الله وانت تيفا راجل شوفنا كاش عجبوا مسلي ولا مور فيها ان شاء الله ربي يوفقهم وهاك شفت المبادرة هذه راح تزيدهم كو سوا سو لو بلان تكنيك اي ميم سو لو بلان بيدجيتير على بالكم الكلفة تاع هذا تاع ترونسبور في 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 موسم تعرفوا الجزائر ستار راهو بلد قارة ان شاء الله راح تعاونهم في الكلفة وان شاء الله هذا الكلفة هذا هذا واش يقتصدوا يرجعوها في
في تكوين الشباب ان شاء الله. ان شاء الله عندنا مشروع، المشروع هذا مبني على تكثيف لعبة كرة القدم من القبل والى البعد. ان شاء الله عندنا مشروع، المشروع هذا مبني على تكثيف لعبة كرة القدم من القبل والى البعد. حماية المنتخب الجزائري كلمة كبيرة. حنا اون اوفرورا باه تكون عندنا اون كروند ريبريزونتاتيفيتي في لي زانستانس انترناسيونال، باه نكونوا ريبريزونتي. وما من جهه هذه اي فوز الي فوار ا تري كور تيرم سي كوا لا ديبلوماسي سبورتيف ا ما مانيير فوز الي لا فوار. شوف الفوتو هذاك، نحي جدي وضرب لي به للراش يرحم والدي نوجهك.